فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني أن خيانتهم لك ولأتباعك ولمنهج الله الحق في الأرض ستتوالى. لا أدل على ذلك مما حدث لهم مع رسلهم أنفسهم، مع أنهم من بني إسرائيل مثلهم، فما بالك بنبي جاء من جنس آخر ليقتحم عليهم سلطتهم الزمنية. إذن فخيانتهم لك موصولة. لا تزال تطلع على خائنة، قلنا خائنة بمعنى خيانة، كقائلة بمعنى قيلولة اللي هي مسافة بعد الظهر اللي بنكل فيه، او خائنة نفس خائنة، او خائنة امرأة خائنة، او خائنة مبالغة كما تقول راو وراوية وانت تعني رجل، او تقول جماعة خائنة. اذا فالكلمة الواحدة هنا مستوعبة لكل مصادر الخيانة منهم: رجل، امرأة، جماعة، كل هؤلاء. ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. ذلك هو صدق في قانون اسمه قانون الاحتمال، لأن الله حينما يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين له موقف اليهود منهم: ألا يوجد قوم من اليهود غلبهم التعصب لدينهم فيفكرون في أن يؤمنوا بهذا الرسول ويهدئوا من شراسة ظنهم به؟ يبقى بيفكروا، وقد أسلم فعلا قوم منهم. هؤلاء القوم لو سمعوا حملة الله بواسطة قرآنه على هؤلاء اليهود أجمعين، ألا يقولون: وما لنا نحن ندخل في هذه الزمرة ونحن نفكر في أن ننطق بالإيمان؟ فكأن كلمة إلا قليلا منهم عملت قانون الاحتمال أن يكون واحد منهم فكر في هذا الوقت أن يسلم. فلما يفكر في أن يسلم يقول: يا سلام، إلا قليلا منهم ديا بينت إن القرآن ده نور ونزل على نور وجيب نور. إلا قليلا منهم. وقد كان وأيدت القضية الكونية القضية القرآنية بأن قليل منهم إيه؟ أعلن إسلامه. فماذا يكون موقفه صلى الله عليه وسلم بعد أن يخبره الحق بأنك ستستمر مستقبلا لخياناتهم؟ ألا يحرش ذلك نفسية رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم بأنهم إذا فعلوا معهم خائنة لابد أن ينتقموا منهم؟ فأن القضية الأساسية في العدوان اللي يعتدي عليك اعتدي عليه. فماذا ينصح الله رسوله في هذه؟ لا تزال تطلع، خياناتهم ستتصل. فماذا يكون موقفه صلى الله عليه وسلم؟ لم يشأ الله أن يترك الموقف لعواطف البشر مع البشر، بل قال: فاعف عنهم واصفح. لحد كده قال له اعفوا واصفح. ايه العفو وايه الصفح؟ العفو كما تقول فلان عفى على اثار، يعني اثارك في الارض ماشيه كده ويجي الريح ينسخ فيعفي على الاثر. اعفو يعني ايه؟ امسح الذنب اللي عملوه. طيب الخطيئه اللي عملوها واثرت فيك كانها ما حصلتش يا شيخ، طيب واثرها في نفسي ايظل؟ اهو ده الصفح بقى. فيه فرق بين انك انت الخطيئه تمحيها لكن اثرها في نفسك تفضل من غاز برضه ويفضل عندك حكم وتفضل عندك عبلية. لا، اهيد المرتبة التانية. فاعفو كأنها ما حصلتش، واصفح يعني طلعها من بالك. ليه؟ لان الانسان منا له مراحل. المرحلة الاولى ان واحد عمل فيه ذنب يقوم ما يقابلوش بالعدوان بمثله، ادي اول مرحلة دي العفو. ولكن اتظل في نفسه هذه تعمل في قلبه، ادي الصفحة بقى، لا شيلها رقلة من قلبك عشان ما تشغلش قلبك بحاجة انت انتهت منها، خلاص خليه فضل اللي خلقه. طيب وبعدين قال: وان كنت بقى عايز تتمادى في مرتبة الاحسان وترك اليقين والايمان
ده انت تيجي اللي اساء لك ده تحسن اليه. الله فاعفوا واصفعوا. والمرتبة التانية ايه؟ الاحسن. ان الله يحب فليعفوا وليصفحوا، مش كده؟ هذه واحدة. وبعدين والتانية اصفحوا، والتالتة والله يحب الايه؟ يبقى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الايه؟ المحسنين. قال لك عملية الاحسان للمسيء المعتدي دي عملية منطقية مع النفس الانسانية؟ قال لك ايوه، هي مع النفس الانسانية مش منطقية، انما انت ما بتشرعش يا نفس انسانية، اللي بيشرع لك اعلى من النفس الانسانية. فبيقول لك افهم، لو علمت ما قدمه لك من اساء اليك لاحسنت اليه. ليه؟ قال لك لانك ان اسأت الى خلق من خلق الله، من اللي يتعصب للذي اساءته؟ ربه. يبقى ربنا جه في صفك، يبقى اساءة عدوك ليك جعلت الله في ايه؟ في جانبك. طب ولما يجعل الله في جانبك ما يستحقش بقى انك تحسن اليه وتقول له كتر خيرك؟ الا احسن الى من جعل الله في جانبي. كلام على الاول. يبقى الله يحب الايه؟ المحسنين. المحسن هنا خرج بالترقي الايماني عن مرتبه من اعتدى عليكم فاعتدوا ايه؟ عليه بمثل ما اعتدى عليكم. دي مرتبه الاحسان. واحنا قلنا زمان ان الاحسان ان تفعل شيء فوق ما افترضه الله، لكن من جنس ما افترضه الله. فكونك تحسن دي عمليه. ولذلك ان المحسن الذي يدخل في مقام الاحسان ان يعبد الله كانه يراه. فان لم يكن تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. دي على القلب. والاحسان ان تلزم نفسك بامر الزمك الشرع بمثله ولكن فوق ما الزمك به. الله فرض عليك 5 صلوات، كونك تخليهم 10 يبقى دخلت في مقام الايه؟ الاحسان. زك 2.5 خليتهم 5 ولا 10 دخلت في مقام الايه؟ الاحسان. ولذلك قلنا سابقا في قول الحق سبحانه وتعالى ان المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إيه مظاهر إحسانهم؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وهل يكلف الله خلقه أن لا يهجعوا إلا قليلا من الليل؟ قال لك يا أخوة لا، صلي العشاء ولما يدن الفجر يبقى قوم صلي وتبقى عم. مش ضروري يا سيدي قليلا من الليل ما تهجعون دي. وبالأسحار هم يستغفرون. طب ومن قال الله كلف خلقه انهم يعودوا في الاسحار يستغفرهم؟ لا، برضو قد 5 وقال افلح ان صدق، مش كده؟ وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. شوف كلمة حق هنا ما جاتش معلوم، لان حق معلوم تبقى مين؟ تبقى الزكاة. انما هم لهم حق وصنعها صاحبها حق، بس مش ايه؟ مش معلوم، علشان يفسح المجال للطموحات الايمانية. ده يخليها 5 وده يخليها 10 وده يخليها 20% وده يخليها 30 وكل واحد. يبقى اذا حق بتحدد، حق معلوم ما بت ايه؟ بحق معلوم بتحدد بالذكي، وحق بس غير معلوم انت اللي تحدده. طموحك الايماني هو اللي ايه؟ هو اللي يبقى دخل في مقام الاحسان ولا لا؟ ولكن اتظل هذه، وايه العله في الحكايه دي؟ فاعفوا عنهم واصفح. ان الله يحب المحسنين. ليه؟ قال لك لعل احسانك لهم يهيج فيهم غريزة العرفان بالجميل فيستل ذلك الحقد من قلوبهم فيفتحون اذانهم وقلوبهم لكلمة الحق. الرجل احنا عملنا فيه كذا وصفح، عملنا فيه كذا وصفح، عملنا فيه كذا وصفح، والقضية ادفع بالتي هي ايه؟ فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ليه؟ أم قال لك لأن العداوة لا تشتد إلا إن وجد مؤجد لها من عداوة المقابل. يعني واحد عدو وانت بتعامله بالحسنى وما عملتش عملية عدائية بالنسبة له، بالله يفضل عدو لك قد ايه؟ اعتدى وسكت واعتدى وسكت، يفضل قد ايه بالله؟ ده يخزى من نفسه. اذا العداوة ما تقرسي إلا إن جه عدو قبل ايه؟ عدو، وده عمل وده عمل وده تبقى المسألة. ولذلك في المعركة التي قامت بين فرعون وسيدنا موسى أراد الله أن يجعل العداوة لا من جهة واحدة ولكن من جهتين اتنين، من جهتين اتنين. ليه؟ عشان المعركة تبقى حامية.
لان العداوة لو كانت من جهة واحدة التاني يخجل ويخجل. قال لك ازاي؟ قال لك شوف يا اخوة، فالتقطه آل فرعون. التقطوا مين؟ موسى. ليه؟ ليكون لهم عدوا وحزنا. بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو. طب بالله ده كلام منطقي؟ لا، ده هم التقطوه ليكون قرة عين. ولكن قدر الله ايه؟ قال لا، ده انتوا التقطوه كلمة قرة عين ده الخطر جي علشان تحتضنوه كده وتربوه، ها؟ علشان هو هيبقى عدو لكم. فالتقطه آل فرعون لتكون العاقبة ايه؟ انه عدو، لكن هم التقطوه ليكون ايه؟ قرة عين. فكانت اسمها مش لام العاقبة، لام اسمها لام الايه العاقبة. التقطوه ليكون قرة عين، ولكن شاء الله ان يلتقطوا ويربوه عشان يبقى مين؟ عدو. الله، وعلشان ربنا يبين لنا حاجات كتيرة قوي، ان تربية السماء فوق تربية الارض. تربية السماء فوق تربية ايه؟ الارض. موسى السامري ربته السماء بواسطة جبريل، ولدته امه منقطعا في الصحراء، فكان جبريل ينزل عليه بما يدر عليه لبن واكله لحد ما كبر. وموسى عمران راح لعند فرعون يربيه. فموسى السامري طلع كافر، وموسى اللي رباه فرعون طلع ايه؟ رسول. الله، ده تربية السماء فوق تربية مين؟ فوق تربية الارض. ولذلك يقولك شعب اذا لم تصادف في بنيك عناية اي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. الله، اذا هم ربوه عشان يبقى قرة عين بقى عدو. ادي واحد. طب العداوة هنا من جهة مين؟ من جهة موسى لفرعون. عايزين العداوة من فرعون لموسى. ام قال ايه؟ يلتقطه عدو لي وعدو له. بقت العداوة من جهتين ولا لا؟ عداوة من جهتين تبقى حرب مستعرة مش هتنتهي بقى الا باهلاك ايه؟ باهلاك فرعون. فالله سبحانه وتعالى امر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصفح عن الخائنات اللي بتحدث منهم دي، لعل الانسانية بتاعهم تستيقظ وتقول لم يعاملنا بمثل ما عاملناه به، ده صحيح نبي وده صحيح رؤوف ده صحيح رحيم، لا ما يصحش اننا نقف ايه امامه لعل هذا. ولكن اتظل المسألة هكذا؟ فاعف واصفح فاعف واصفح، ايه المسألة دي؟ اما قال لك لا، ده انت لو نظرت للقرآن لوجدت عملها مرحليات تستقطب النفس الانسانية ان استعبدها الاحسان بالعفو. فان لم يستعبدها الاحسان بالعفو لا، شمر على الساعد بقى وشوف شغلك بقى. قال لك هناك اقرأ بقى كده، ود كثير من الذين كفروا ان يردوكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من بعد ايه ما تبين لهم الحق، فاعفوا عنهم واصفحوا حتى يأتي الله بامره. الله، اذا فيه بقى تخبية حاجة لهم بقى، حتى يأتي الله بامره. سيبوهم كده مرحلة لحد من ايه ما يجي لكم الامر انكم ايه تأدبوهم. ودي عملية نفسية وعملية إنسانية فطرية، لأن العرب الجاهلي اللي قبل ما يجي الإسلام استعملها. قال لك نحسن إلى الناس شوية ونحسن لهم شوية، وبعدين لما ما لاقيش الإحسان أفاد منهم أنات، فإن لم تغني عقب بعدها وعيدا، فإن لم تغني أغنت عزائمه. الله، من الحلم أن تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت في الحلم طرق المظالم. وقال برضو صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوانه عسى الايام ان يرجعنا قوما كالذي كانوا. فلما صرح الشر وامسى وهو عريان مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين واضعاف واقران وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن وبعض الحلم عند الجهل للزلة إزعان وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. الله، يبقى إذن حتى يأتي الله بأمره هذه المرحلة مين؟ وقد جاء الله بأمره كما وعد وشردهم الإسلام من المدينة
طلعهم، وبعدين طلعهم من الجزيرة الايه العربية كلهم، وعمل فيهم العمل، جاء امر الله تبقى المسألة انتهت. ولكنه اعذر معهم ولا ما اعذرش؟ اعذر معهم. فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. هذا امر اليهود. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. طب وامر التانيين النصارى بقى برضو، ومن الذين قالوا انا نصارى. شوف العبارات الامينه الادائيه الامينه. ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم، وقال في الاول لقد اخذنا ميثاق بني ايه، وبرضو تقدر تقول ومن الذين قالوا انا نصارى، اي اخذنا الميثاق برضو، وان كررها اخذنا ميثاقهم. ولا تزال تطلع على خائنة منهم مولية، ودول نسوا حظا مما ذكروا به. قال فاغرينا بينهم العداوة، فاغرينا بينهم العداوة. اغرينا قالك المادة نفسها الغين والريه والياء تفيد معنى اللزوم والالصاق. غري به لزمه، ولصق به، واغريته الزمته به. ومنه الغيرة، الغيرة بتاعتنا دي، ما هي الغيرة دي هتعمل ايه؟ ما هي بتعمل الصاق. الالصاق دي بيعمل ايه؟ اشتباك بين الايه، بين الطرفين. فاغرينا بينهم الايه العداوة والبغضاء الى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. الله سبحانه وتعالى ينبئهم بما كانوا يصنعون، اي مع رسول الله او مع بعضهم الى يوم الايه، هم بعضهم الى يوم القيامة. بعد ذلك تكلم مع اليهود على انفراد. شوف اساس الحب، تكلم مع اليهود على انفراد، وتكلم مع النصارى على انفراد، ثم جمعهم في الامر المشترك. جمعهم في الامر المشترك فقال ايه؟ يا اهل الكتاب، وتقدم الكلام مع اليهود وتقدم الكلام مع مين؟ مع النصارى. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يعطي لهم بعض العذر، يبين لكم على فترة من الرسل. قال يعني ان كان حصل فيه يعني زيادات ولا اشي، لان فيه فترة خلت من مين. شوف بس يعني رخوة العيلة، مفيش عناد، يعني بيدلهم برضو العزم انه يمكن المسألة دي من طول الفترة حصل المسألة دي، فاحنا بدنا نصف الايه المسألة. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة ايه ما كنتم تخفون من الكتاب. يبين لكم ما كنتم تخفون من الكتاب. تخفوا من الكتاب ايه؟ قال لك ايات كانت فيها الاحكام وعمالين بيها. طب الرجل لحستوه ليه؟ الربا قلتم ليه ليس علينا في الاميين سبيل، ند ربا لغير اللي على ديننا، واللي على ديننا لا ما ندلوش الايه، ما ندلوش ربا. الله، كل المسائل دي ربنا جه بينها، لكنه اخفى كثيرا، ما بينش الا اصول الايه، الاصول اللي يحصل فيها خلاف في الكون، لكن كتير قوي ما بيناش. علشان ايه؟ عشان احنا مش عايزين نوسع المسائل، عايزين نلم المسائل، وتلتقوا انتم يا من تؤمنون باتصال السماء بالارض، وتحطوا ايدكم في ايد النبي اللي كنتوا بتنتظروه، وعندكم في كتبكم مبشرات به، وتقفوا امام موجة الالحاد في الارض حتى يسيطر نظام السماء على حركة الايه، على حركة الارض. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، مش كده، ويعفو عن كثير، مش هيقول كله، مش هيكشف كل الاوراق، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور. الله، معنى قد جاءكم من الله نور ان العملية اللي عملتها دي عملت ظلمانية في الكون، ومدام عملت ظلمانية في الكون وخاصة ظلمانية في القيم، يبقى لازم المسألة في حاجة الى من ينير الطريق، وينير الطريق النور هو ايه؟ النور به تتبين الاشياء.
والحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا قضية النور الحسي يريد أن يأخذ بيدنا من النور الحسي إلى النور المعنوي. قال لك النور الحسي، أنت حين تسير في ظلام ما الذي يحدث لحركة سعيك في الظلام؟ إما أن ترتطم أو تقع في هو أو تقع في حفرة أو تصطدم بشيء أو تكسر شيء أو تعمل، لأنك ماشي على غير هدى. فإذا جئت وأنرت تبقى مشيت على إيه؟ يبقى النور الحسي بيعمل إيه؟ بيمنعني من تصادم الحركات في المخلوقات، تصادم الحركات، لأن تصادم الحركات في المخلوقات يبدد الطاقة، وما دام يبدد الطاقة ما تتجهش للصالح. فراعة من لنا فضول، احنا لما بنيجي بالليل واحنا نايمين بنعمل والناس عشان ساعة ما ايه ما نيجي نقوم على ما نروح لمفتاح النور مش عايزنا نتكعب لا في كرسي ولا في ترابيزة ولا في آنية ولا ننخبط في باب ولا يوم يعمل عندك والناس كده يدوب تبين لك الله، وبعدين تروح لمفتاح النور توري لك مفتاح النور خلاها باختصارها كده، وبعدين تفتح النور عشان ايه؟ عشان ما تصطدمش بأشياءنا. كذلك النور في الكون كله، النور في الكون كله اللي هو مصدره الأساس الشمس، وبعدين يجي القمر يدلها شوية انعكاسات بالليل وشوية النجوم عشان تيجي السهر المضطر. الله، يبقى دي عاملها ربنا ليه؟ قال لك علشان الحركة المادية ما تصطدمش. طب أيصنع الله للحركة المادية في الكون نورا يضيء حتى لا يصطدم مخلوق بمخلوق، ثم يترك القيم والمعاني والموازين من غير ما يبين فيها نور؟ مش ممكن. طب ده الإنسان بقيم، الإنسان بمعانيه لا ببانيه، فإذا كان الحق قد ضمن للمباني أن لا تصطدم ولا ترتطم ولا تتأثر بأشياء، فخلق لنا الإيه؟ النور ده عشان نمشي كده على هدى. ولما كانت النهار هو محل الحركة الإجماعية والكل، عمل نور غامض نور الشمس، وبالليل نور على القد كده نور الايه القمر، وشوية من الليل مش على القد قوي قوي ده للمضطر للسرى بالليل عشان علامات وبالنجم هم يهتدون. يعني عمل النور ايه مراحل. طب اذا كان ربنا بيحمي مادية الكون من ان تصطدم، يبقى ما يحميش قيم الكون من ان تصطدم؟ ده كلام مش معقول. ام قال لك الله ليه؟ ام قال لك لان المؤمن والكافر يعني الملاحدة وكل مستوين في الانتفاع بالنور المادي لحماية حركتهم المادية في الارض. ولا حد قال لا ما انا مش عايز نور الشمس؟ كلهم بينتفعوا به. نقوم نقول له يا اخي ما دام كلكم انتفعتوا بهذا النور كان يجب ان كنت تقولوا ده لله نور في القيم، يعني افعل دي ما تفعلش دي، ما تصطدمش ما تعملش دي، لا حود عندي. اشمعنى بقى مادتك بيحافظ عليها وقيمك ما حافظت عليه؟ مش معقول. ده لازم اعمل برضو لايه للمسألة دي برضو نور عشان يبين لك. الله، اقرأ بقى الله نور السماوات والارض يأخذ بيدنا من طريق النور المادي اللي الكل مجمع عليه، اللي الكل ملحد وغير ملحد نور مادي. طيب الله نور السماوات والارض اي منورهما، خلاص. وبعدين ضرب لنا مثل النور، المثل نوره كايه؟ كمشكات فيها مصباح. المشكات اللي هي الطاقة، الطاقة غير النافذة، قوة كده في الجدار كانوا بيحطوا فيها اللمبة السهاري زمان في البنايات البدائية قبل ما يتعمل نجف وقبل ما يتعمل بتاع، يعملوا بتاع كده قوة صغننة كده يحطوا فيها الايه المصباح، كانت في القاعة محطوطة. بيبقى المشكاة القوة التي يوضع فيها الايه المصباح. القوة دي بالنسبة للحجرة قد ايه؟ ده قد كده، ده ما تتجاوز 30 في 40. شوف سمكها قد ايه كمان 10 ولا 15 سنتي، مش كده؟ 30 في 40 في 10 ولا 15، على قد البتاع كده. ادي مساحتها. والحجرة كام؟ اعملها بس على اقل 3 في 3 في 3 ارتفاع. ها، شوف بقى نسبة القوة للحجرة قد ايه؟ صغيرة قوي. وبقال لك القوة دي
انا سيبني من الحجرة، مش هتكلم في الحجرة، انا هتكلم في الايه، في القوة بس. القوة دي فيها مصباح. طب ده مدام في مصباح على اي صورة ينور القوة ولا ما ينورهاش؟ او ده ضيقة هي وفيها مصباح. قال لك وخد بالك المصباح مش عادي. ازاي؟ قال لك ده المصباح في زجاجة. شوف الارتقاءات الفطرية كما يوجد عند البشر. الاول كانوا بيجيبوا مسرجة كده من دون ايه، من دون ازازة، وبعدين اترقت الدنيا. قال لك يا اخي المسرجة دي بتعمل هباب ولها صاروخ كده مش عارف ايه، امال ايه يا سيدي؟ قال لك ما هو الهواء جاي لها من كل ناحية، طب ما تحصرها كده وتعمل حتة زجاجة تبين النور وتعكس الاشعة وتبين مش عارف ايه، وتدي لها من الهواء بقدر الاحتراق يوم ما يطلعش لها ايه بتاع السودة دي. يعني ده ارتقاء ولا لا؟ يبقى كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة يبقى ارتقاء ولا لا؟ تبقى النور اشد ولا مش اشد؟ يبقى ده القوة بالمصباح وحده كان ما فيهاش ظلام، فما بالك اذا كان المصباح فيه زجاجة، والزجاجة هتكسر الاشعة وتعمل كده وتمنع بتاع السواد. طب والزجاجة مش عادية، ارتقاءات يا اخي، والزجاجة مش ليست عادية، الزجاجة كأنها كوكب دري. الله، ده هي الكوكب دري من نفسه مضيء. الزجاجة كأنها ايه؟ كوكب دري. شوف برضو مواصفات جاية تانية. والمصباح بيوقد من ايه؟ من شجرة مباركة زيتونة، بزيت زيتون. الله 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 الله. والشجرة بتاعت الزيتون مش عادية، لا شرقية ولا غرب، اقصى انواع الاعتدال. نور على نور. الله، يبقى ده نور الكونيات المادية ولا لا؟ بقى بيعمل كده للكونيات المادية وبعدين يسيب القيم والمعاني من غير نور؟ قال لا، ده لازم يجي نور على نور، عشان زي ما اهتديتم في الماديات ولا ارتطمتوش، كذلك تهتدون في المعنويات. وبعدين بدليل ان الله قال يهدي الله لنوره من نوره هو لنوره الثاني، يهدي الله لنوره من يشاء. والا فالكافر والملحد واخدين النور بتاع الشمس ولا لا؟ يبقى يهدي الله لنوره من يشاء، يبقى لازم النور الثاني. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والله ضرب ذلك المثل ليوضح المعاني الغيبية المعنوية بالمعاني ايه؟ بالمعاني الحسية. واحنا بقى قلنا زمان احنا على مقادرنا نستضيء، مش كده؟ قلنا الرجل الفلاح بيولع لمضة بشعلة، والتاني جاب لمضة نمرة 10، وده جاب لمضة نمرة 15، وده جاب كلوب، وده دخل نور عادي، وده دخل فلورنيست، مش كده؟ وده دخل نيون. اذا بننير على مقدار قدرتنا ولا لا؟ طيب ولما تطلع الشمس الصبح بنعمل ايه؟ الله، بنطفي. لان نور ربنا ظهر. كذلك اذا فكرتم بعقولكم فيما ينير حياتكم، فاذا نزل من الله نور هديي فاطفئوا انواركم، اطفئوها وتنتهي المسألة. زي ما بتعملوا في الماديات تعملوا في الايه؟ في المعنويات. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الامثال للناس. الذي يدلك على ان النور الثاني هو نور القيم الذي يكشفها بفعل ولا تفعل، ان الله قال بعد ذلك في بيوت اذن الله ان ترفع. لو بحثت عن متعلق الجر والمجرور في قوله في بيوت لم تجد ابدا. كأن النور على نور ده يجي منين؟ من مطالع الهدي في مساجده. استقبلوا الله كده عشان ينزل عليكم الفيض. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويذكر فيها اسمه إيه؟ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. مش كلمة تلهيهم تجارة يعني مش ما يتجروش، لا بيتجروا بس ما تلهوهمش عن ذكر الله. كل ما يمسك سلعة كده ويجيبها لزبون يقول لها ما شاء الله الحمد لله ما صلى على النبي. برضو تبقى في عمليتك وانت ذاكر لمين؟ مش معنى ما تتجرش تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله، يبقى تعملها بس ما تلهيكش، مش كده؟ ولذلك قلنا هناك فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض
وابتغوا من فضل الله وإياكم أن تقولوا إن لله في اللقاء به والذكر له حصة ساعة ما نادانا للصلاة، وللأرض حصة نقول لا أنتم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. كل ما تستقبل خير لربنا كده اذكر معطيه، كل ما تستقبل نعمة اذكر معطيه. يبقى مش معنى احنا عاملين حصة لله وحصة لله، لا دي كلها ايه، كلها ويا ايه ويا بعضه. اذا يا اهل الكتاب ان النور قد جاء وبين لكم كثيرا مما كنتم تختلفون فيه، ويعني فتسامح عن كثير منه، ونريد اننا نعمل بقى تصفية، وقلنا لكم على اللي فيه. ما دام النور جه يبقى يصح ان كنتوا تلتفتم وتتنبهم وتعدلوا من ايه، من مواقفكم من هذا الدين الجديد. فما دام النور جه شوفوا عايز منكم نور ايه. الله سبحانه وتعالى لم يجد في اصطلاحات لغاته شيئا عاما للناس يضرب به مثلا الا النور. بس النور دي عشان يهديني بفعل ولا تفعل. طب ومين هيقول لي ان النور